بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 92 من سلسلة دروس كتاب كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله: فصل في التصرف في المبيع والثمن. قال: صح بيع العقار قبل قبضه. الأصل أنه لا يصح بيع المبيع قبل بيع العين قبل أن تقبضها، قبل أن تقبضها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. هذا الأصل. فهل يجوز أن نبيع العقار قبل قبضه؟ قال: نعم جاز، صح يعني جاز، وصح بيع العقار قبل قبضه. ليه؟ قال: لأن ركن البيع قد صدر من أهله في محله. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، قال: علة النهي في هذا الحديث هي أن المبيع قبل قبضه هو على خطر الانفساخ بالهلاك، وهنا في بيع العقار هذه العلة، هذا خطر الهلاك خطر فسخ البيع بالهلاك في بيع العقار غير موجود، لأن الهلاك في العقار نادر، والنادر لا عبرة له. فلذلك لا يمنع عدم القبض جواز البيع، بخلاف بيع المنقول فهو على خطر الهلاك، لذلك لا يجوز لك أن تبيعه إلا بعد قبضه، يصير في ملكك. وطبعا كذلك قال بعضهم: قبض كل شيء بما يناسبه، قبض كل شيء بما يناسبه. فأنا عندما أبيعك عقارا، إذا أعطيتك مفاتيح البيت انتهى، بعتك هذا العقار، اشتريت هذه المفاتيح، انتهى، قد ملكته. إذا قال: صح بيع العقار قبل قبضه، لا بيع المنقول، لا يجوز بيع المنقول قبل القبض. يعني أنا مثلا عندي محل تاجر حديد، مثلا جاءني شخص يريد أن يبني دارا، فقال لي: أريد مثلا 50 طن من الحديد، عندي المستودعات فارغة، اتصلت بالشركة المصنعة، قالوا: السلام عليكم، أنا أريد 50 طن من الحديد، إيه موجودين، سأرسل شخصا يأخذهم. فأرسلت المشتري ليأخذهم من هناك من المستودعات، ما الحكم؟ هذا العقد غير صحيح، باطل، لا يصح. أنا مثلا عندي مكتبة، جئت تشتري مني كتاب، مثلا كتاب مراقي الفلاح، مو موجود عندي في المكتبة، فاتصلت بدار نشر ثانية، مكتبة ثانية: عندكم مراقي الفلاح؟ نعم، أنا سأرسل شخص يأخذه من عندكم. فأرسلت شخص المشتري ليأخذه، أخذت منه الثمن وقلت له: اذهب وأخذه من الدار الفلانية. لا يصح هذا البيع. بيع المنقول قبل القبض لا يصح. ليه؟ لأن في بيع المنقول غرر انفساخ العقد لتوقع هلاكه قبل القبض. نعم. فلذلك لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا خطأ للأسف يقع به كثير من التجار وممن يتعاملون، يبيعون أشياء قبل قبضها، هذا البيع لا يجوز. قال: ولو اشترى مكيلا كيلا، اشترى مكيلا كيلا مكايلة. تفضل يا شيخ مروان. في
في بعض التجار يعني يتعاملون مع شركات كبيرة، ف يعني هو يعني لا يخازن هذه الشركة، فإنه يجي يشتري من عنده يعني يتم العقد البيع ويحيله إلى الشركة، يستلم من مخازن الشركة. يدخل هذا في نفس النهي؟ لا يصح إلا بحال واحد فقط، إذا جعل ليس الشركة الموظف أو أمين المستودع عندهم جعله وكيلا له يقبض ويبيع، أما غير ذلك لا يصح. يعني أمين المستودعات عندهم عند الشركة، وأنا أعرف، أناس كنا في دمشق كانوا يرجعون إلي في كثير من مثل هذه المسائل، وكانوا يراعون هذه الضوابط، ويبارك الله لهم في أرزاقهم كثيرا كثيرا كثيرا، يراعون هذه الضوابط. أما الأصل لا يجوز حتى يقبض البائع العين التي اشتراها ثم يبيعها. قال: ولو اشترى مكيلا كيلا، يعني اشترى مكيلا مكايلة بالكيل، حرم بيعه، حرم عليه أن يبيعه وأكله وأن يأكله حتى يكيله، ومثله الموزون والمعدود. يعني لو اشترى، معنى العبارة كلها ككل، اشترى المكيل بشرط الكيل، أو اشترى الموزون بشرط الوزن، أو اشترى المعدود بشرط العد، وذلك بأن أشتري الآن أنا مثلا هذا الطعام على أنه 100 كيلو، اشتريت هذا الطعام أنا على أنه 100 كيلو وقبضته، لا يجوز لي أنا المشتري أن أتصرف فيه قبل الكيل والوزن والعد، قبل الكيل في المكيل، وقبل الوزن في الموزون، وقبل العد في المعدود. واضح؟ لذلك الشراء، لاحظوا أحبابنا، في بعض البضائع تذهب كيس يقول لك هذا 5 كيلو رز مثلا، تأخذه تمشي. عندنا لا يجوز، لابد أن تزينه، لابد أن تزينه قبل أن تأخذه. يا أخي موزون زنه لي. وأنا هذا حصل معي مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر مرات، يكون الكيس فيه أقل من الوزن المكتوب عليه، يكتبون 5 فإذا به 4.5، ويندر أن يكون زيادة، لا يجوز. أما إذا اشتريت هذا الكيس لا على أنه 5 كيلو، كم ثمن هذا الكيس؟ 100 ليرة. أخذت أنت اشتريت كيس شنطة، وعاء، ليس بشرط الكيل ولا بشرط الوزن ولا بشرط العدد. واضح أحبابنا؟ فأنت عندما تشتري، لذلك الأصح والأفضل لك كي تأكل الحلال دون شبهة، تشتري البضاعة تسمى عندنا فرط، يعني ليست موضوعة في شناطي وفي أكياس، لا، كيلو زن لي، كيلو زن لي، 2 كيلو، 3 كيلو، إلى آخره. ما عدا ذلك لابد أن تزين، تأخذ الكيس تقوم بوزنه. ما عنده ميزان، اشتري على أنك تشتري هذه الشنطة، هذا الكيس، هذا الوعاء، بكم هذا الوعاء؟ 100 ليرة، أخذته 100، أخذته لا على أنه 10 كيلو أو 5 كيلو، لا، أخذت هذا المقدار 100 ليرة، فيصح عنده. ليه؟ لماذا قال حرم بيعه وأكله حتى يكيله أو يزينه أو يعده؟ ليه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان، يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري. طبعا ليس معناه صاعان أنه أنا في عندي ميزان وأنت عندك ميزان، أنا ذهبت لأشتري مثلا 3 كيلو رز، أخذ الميزان
ميزاني ويقول للبائع زن بميزانك 3 كيلو وأزين بميزان أشتك البضاعة أزين، ليس هذا المراد. المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يعني صاع البائع، المراد بصاع البائع صاعه لنفسه، البائع صاعه لنفسه حين يشتريه، وبصاع المشتري صاعه لنفسه حين يبيعه. لأنه بالاتفاق عند العلماء أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين. واضح الكلام أحبابنا؟ وهذا ينبغي أن ننتبه، أن ننتبه له. هنا قال المذروع، يعني لا يحرم بيع المذروع والتصرف فيه قبل إعادة الزرع، قبل إعادة الزرع وإن كان اشتراه بشرط الزرع. ليه؟ مر معنا هذا، لأن الزيادة تكون للمشتري، الزيادة تكون للمشتري. اشتريت منك مثلا هذا الثوب 10 أذرع، فإذا به 11 ذراعا، هذا الزرع الزائد لي، الذراع الزائد. ليه؟ مر معنا ذكرنا سابقا بأن الذرع وصف في الثوب، إلا إذا قال كل ذراع بدرهم يختلف الحكم، وذكرنا هذا مفصلا في درسين سابق. قال وصح التصرف في الثمن قبل قبضه، صح التصرف بالثمن، يعني مثلا جئت إلي أنت قلت لي بكم هذا القلم، موجود، قلت لك هذا القلم بدرهم، قلت لي أريد 100 قلم، فأخذت 100 قلم، قلت لك هذه 100 قلم معك، والدراهم قبضت أنت المبيع، ملكته، والدراهم ما زالت معك. جاء فقير من مال الله فقلت لك أعطه 5 دراهم من ثمن هذه الأقلام، يجوز، يجوز ذلك الهبة. هنا جاء شخص آخر معه مثلا على فرض بعتك أنا هذا، مثلا بعتك هذه المجموعة الأقلام مثلا ب200 جنيه، جاء شخص قال لي هل معك فكت 200 جنيه، معك فكت 200 جنيه 10، فقلت لك أنا خذ منه 200 وأعطه فكت 10 200، هذا يسمى صرف، بيع، بيع النقود، يجوز لي ذلك أيضا. إذا صح التصرف في الثمن من بيع، من هبة، من إجارة، من وصية، أي نوع من أنواع التصرف في الثمن جاز قبل قبضه، صح التصرف في الثمن. هذا الثمن يجوز التصرف به قبل قبضه، سواء كان مما يتعين بالتعيين أو مما لا يتعين بالتعيين، مكيلا، موزونا، معدودا، يصح. قال وصح التصرف في الثمن قبل قبضه، لأن أنا ملكت الثمن، ملكت الثمن الآن. إذا صح التصرف في الثمن قبل قبضه، والزيادة فيه، والزيادة، أما المبيع لاحظوا أحبابنا كما قلنا مرة معنا قبل قليل، المبيع قبل قبضه لا يصح التصرف فيه، ذكرنا هذا. قال والزيادة فيه، يعني ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن. أنا اشتريت مني أنت مثلا هذا القلم بدرهم، فأعطيت، قلت لك هذا الثمن القلم بدرهم، خذ القلم، أخذت القلم فأخرجت من جيبك درهما ونصف، يجوز. أخرجت من جيبك درهما مثلا درهما وأعطيتني معه كيلو تفاح، يجوز درهم. هذه الزيادة سواء كانت من جنس الثمن أو من غير جنسه تصح الزيادة في الثمن. قال والزيادة فيه، أن يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن ولو من غير جنس الثمن. قال والحط منه، الأول شيء تجوز الزيادة للمشتري
الآن يجوز الحط للبائع، بعتك هذا القلم أنا بدرهم، أخذت القلم قبل أن تعطيني الدرهم قلت لك بنصف درهم، يجوز للبائع أن يحط من الثمن. قال والزيادة في المبيع كذلك يجوز للبائع أن يزيد المشتري في المبيع، بعتك هذا القلم بدرهم أخذته أنت، بعدما أخذته أعطيتك قلما ثانيا يجوز هذا، أعطيتك ممحاتا معه يجوز، أعطيتك كراس معه يجوز، تجوز الزيادة أيضا للبائع في المبيع. طبعا يلزم البائع دفع هذه الزيادة للمشتري بشرط أن يقبلها المشتري، بشرط أن يقبلها المشتري. قال ويتعلق الاستحقاق بكله، الاستحقاق يتعلق بالزيادة في المبيع والزيادة في الثمن والحط منهما، ويتعلق الاستحقاق بكله. قال وصح تأجيل كل دين غير القرض، صح تأجيل كل دين، وهذا مما ينبغي التنبه له، وهذا أظن عند الحنفية فقط، بالنسبة للقرض عند الأحناف ما في شيء، أعطيك بالدرهم مثلا دين قرضا أقول لك لمدة شهر لمدة شهرين هذا ربا لا يجوز، وإن أرجعت لي 100 درهم هذا لا يجوز عند الأحناف، سأتحدث تفصيلا. المهم نقرأ عبارة أولتين، وصح تأجيل كل دين غير القرض، صح تأجيل كل دين، كل دين حال أنا مثلا بعتك هذا القلم بدرهم، جئت تشتري أنت من عندي بضاعة، قلم كتاب دفتر إلى آخره، المجموع 100 درهم، فعلت أين فلوسي؟ فقلت لك تعطيني بعد أسبوع، لاحظ بعد أسبوع يجوز، هنا التحديد جائز ليس قرضا، بعد أسبوع بعد أسبوعين، وقبل المديون صار مؤجلا، ليس لك أنت أيها البائع أن تطالبني بعد ذلك، ليس لك أن تطالبني بعد ذلك، فصار الدين مؤجلا. أما القرض تأجيله لا يصح، لماذا لا يصح تأجيل القرض؟ لاحظوا أحبابنا، قال القرض أنا عندما أعطيك 100 جنيه 100 درهم هذا القرض إعارة وصلة ابتداء إعارة هذه الدراهم وصلة مني لك في الابتداء، لذلك قال علماؤنا يصح القرض بلفظ الإعارة، فلو قلت لك أعرتك هذه 100 جنيه ما الحكم؟ كانت قرضا. فإذا القرض أول، لاحظوا أحبابنا، أولا ابتداء هو إعارة وهو الصلة، بدليل أنه يصح عقد القرض بلفظ الإعارة، أعرتك هذه 100 يعني تكون قرضا، واحد. اثنين قال وهو معاوضة في الانتهاء، معاوضة بيع عين بعين، معاوضة في الانتهاء يعني في انتهاء العقد، في انتهاء العقد عندما ترد علي فلوسي 100 درهم هي في الحقيقة معاوضة، 100 درهم مقابل 100 درهم، لأن الواجب عليك أن ترد علي مثل ما أخذت، لا رد العين، العين استهلكت أنت، العين استهلكتها بالقرض، فالواجب عليك أن ترد علي مثل ما أخذت، واضح؟ فهذه في الحقيقة مقايضة، عفوا مقايضة أو معاوضة، بيع عين بعين، لأنني أعطيتك شيئا الدراهم لآخذ منك بدله بعد ذلك، ولهذا يلزم رد مثله وأخذ مثله. فعلى اعتبار الابتداء، لاحظوا أحبابنا، فعلى اعتبار الابتداء، ابتداء أنه إيش؟ إعارة، لا يلزم التأجيل، لا يلزم التأجيل، كما لا يلزم التأجيل في الإعارة. أنا لو أعرتك متاعا إلى شهر كان لي أن أخذه بعد ساعة، بعد 5 دقائق أعرتك هذا القلم لتكتب به لمدة أسبوع،
ممكن بعد 5 دقائق أعطيني قلمي. لذلك لأن الإعارة تبرع، والتبرع لا تأجيل فيه. لماذا لا تأجيل فيه؟ لأنه لا جبر عليه. الباري يقول ما على المحسنين من سبيل، واضح؟ إذن فعلى اعتبار الابتداء بالنسبة للقرض لا يلزم التأجيل فيه، لا يلزم التأجيل فيه. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح أيضا، لأنه يصير بهذه المعاوضة بيع الدرهم بالدرهم نسيئة، وهو ربا، وهو الربا. فالمعول عليه في مسألة القرض الآن هو النكتة الأولى، أنه إيش؟ إعارة. أنه إعارة، أنه على باعتبار النكتة الثانية يلزم عليه أن لا يصح القرض أصلا، لأنه بيع انتهاء، بيع انتهاء. فإذا أنا أقرضتك 100 درهم وقلت لك لمدة شهر يجوز لي أن أطالبك بها بعد 5 دقائق، فأنت إذا رفضت لا يجوز هذا رفضك، تكون ظالما إذا رفضت أنت. واضح الكلام أحبابنا؟ كيف لماذا لا يصح تأجيل القرض؟ لا يصح أن أقول لك أنا أقرضتك هذه الدراهم لمدة شهر أو لمدة سنة، عند الأحناف لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. تقول له أنت أقرضني مثلا 1000 درهم، أقرضتك 1000 درهم، بعد الساعة أعطيني 1000 درهم، تعطيني هذه 1000. واضح الكلام أحبابنا؟ ثم قال باب الربا. باب الربا. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.